إلى اليمن، حيث تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية تقدمها الميداني لليوم الرابع على التوالي باتجاه مركز المخا غربي محافظة تعز وتضييق الخناق على الحوثيين. وقال تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية إن القوات شنت هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مواقع وتجمعات الميليشيات في الجبال بمفرق المخا، ما أسفر عن تدمير المواقع العسكرية التابعة للميليشيات وفرار جماعي لعناصرهم من جبهات القتال المختلفة.